الصورة اللي معانا النهاردة صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي شارك في أول مباراة ليه امبارح مع فريق النصر السعودي ضد فريق الاتفاق، واللي انتهى بفوز العالمي بنتيجة 1-0 في الجولة الـ14 من الدوري السعودي المحترفين. للأسف ما سجلش رونالدو ولا صنع أي هدف في المباراة، لكنه صنع فرصتين قويتين، واحدة منهم كانت هتكون هدف، وسدد 4 تسديدات، واحدة منهم كانت ما بين القائمين والعارضة، تصدى ليها الحارس. طبعا كان نفسنا يسجل هدف في أول مباراة ليه في الدوري السعودي، لكن كان في سوء توفيق للأسف، وإن شاء الله يقدر يسجل في المباراة الجاية إن شاء الله.